السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية، وما زلنا في شرح أسباب النزول من كتاب أسباب النزول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة النهاردة بنتعايش مع آية جميلة قوي في سورة الحشر، أن المولى عز وجل بيوصف الأنصار والمهاجرين يعني يركز الاهتمام هنا بموقف الأنصار العجيب جدا الذي ما تكرر عبر التاريخ أبدا إلا في يعني أشياء بسيطة جدا جدا، لكن كانت صورة جماعية في غاية الجمال والروعة. قال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله أكبر، آية عجيبة جدا، آية في غاية الروعة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أكون أنا خلاص يعني ما فيش قدامي غير لقمة قد كده على قد أنا وأولادي، ورغم ذلك لما ألاقي فقير أو إنسان مسكين أو محتاج أشيل الأكل من قدامي ومن قدام أولادي وراح أدهلهم وأقول لهم أنتم أولى مني ومن أولادي وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا. إيه الشيء العجيب ده؟ كانت صورة عجيبة أوي، ما كانش مطلوبة أوي أوي طبعا أن الإنسان يشيل من قدامه ومن قدام أولاده، لكن كانت صورة عجيبة جدا إن دلت على شيء، فبتدل على قمة التوكل واليقين والثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يطلع وعنده ثقة ويقين في أن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. سبب نزول هذه الآية كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وأنا أحكي لكم الحديث كده ببساطة شديدة جدا، أن النبي في يوم من الأيام صلى الله عليه وسلم كان قاعد في المسجد وجاله واحد ضيف عايز يعني أن النبي يضيفه ويأكله، فالنبي بحث في بيوت أزواجه التسع فلم يجد لقمة واحدة. تخيلوا أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللي هو خير من وطئ الأرض بقدميه صلى الله عليه وسلم وأفضل مخلوق على وجه الأرض وعلى وجه الدنيا كلها، هو النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لا يجد في بيوت أزواجه التسع لقمة واحدة يأكلها لضيفه. فبص للصحابة وحب أن هو يشركهم في الأجر، فقال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيلوا مين اللي يقوم بالموضوع دوت. احنا ربما ان نتخيل مثلا واحد زي سعد بن الربيع، رجل ثري وعنده فلوس، ربما نتخيل اي واحد من الاثرياء، لكن الذي تقدم لهذا رجل فقير جدا جدا، قال له: انا اضيفه يا رسول الله. خد الضيف وراح البيت وقعد الضيف في مكان الضيافة ودخل على زوجته، قال: هل عندك من طعام؟ قالت له: ما عندي الا قوت الصبية، ما عنديش الا على قد بس الصبية فقط، يعني هم دول بس شوية الاكل اللي موجودين عندي. فإذا به يقول لها: طيب يعني نوم الصبية، خليهم يناموا، يناموا من غير أكل، يناموا من غير عشاء، دول أولاده وحبايبه، نوم الصبية وبعدين اعملي وأعد الطعام للضيف واعملي نفسك أن أنت بتصلحي المصباح. طبعا المصباح عندهم ما كانش فلوروسنت ولا نجف ولا غيره، كان عبارة عن يعني لمبة سهالي مثلا، فقال لها: اعملي نفسك أن أنت بتصلحي المصباح وانفخي فيه فأطفئيه عشان نقعد في ظلمة، فالضيف وهو بياكل عشان ما يتحركش، احنا هنعمل نفسنا أنا وأنت أن احنا بناكل، هنحرك بقنا ونصدر أصوات واحد بياكل الطعام، فالضيف يطمئن ان احنا كمان بناكل فياكل وما يحسش باي حرج، والا لو لقانا احنا مش بناكل ممكن بدل ما ياكل الاكل اللي قدامه ممكن يسيب نص الاكل او ثلاث ارباعه ويقول: مش معقول هاكل الاكل كله واسيب اصحاب البيت بلا اكل او بلا طعام. فاللي حصل ان هم عملوا نفسهم بياكلوا، هم الاثنين جعانين الزوج والزوجه، ونيموا اطفالهم الصغيرين وهم جعانين ويتضاغون من الجوع، واكلوا الضيف اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الصباح ذهب هذا الصحابي الجليل ومعه الضيف إلى مسجد النبي عشان يصلوا صلاة الصبح، فلما لقيه النبي تبسم في وجهه وقال: لقد عجب ربك من صنيعكما بضيفيكما الليلة. سبحان الله. وفي رواية: ضحك الله عز وجل الليلة أو عجب من فعالكما، فنزل قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله على الصورة الجميلة،
إن واحد يكون بيأكل ضيفه وحرم زوجته وأولاده من الأكل والشرب رغبة فيما عند الله ورغبة في ثواب الله سبحانه وتعالى. هم ما تعلموش الكلام ده من فراغ. الحقيقة إن سيد ولد آدم اللي رباهم صلى الله عليه وسلم، اللي ابتداء ربنا رباه وصنعه على عينه وجعله سيد ولد آدم وقال وإنك لعلى خلق عظيم، فالمولى عز وجل رب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي رب الأمة كلها بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر النبي ما قال لحد لأ أبدا، كلمة لأ ما تقالتش من النبي أبدا أبدا. حتة إن واحد يروح للنبي والنبي يكون عنده شيء ويطلبه من النبي والنبي يقوله لأ، دي ما حصلتش أبدا، لدرجة أحيانا كان النبي يعطي الضروريات الأشياء اللي هو محتاجها قوي يعطيها لأصحابي ويقعد من غيرها، المهم إن في النهاية تألف قلوب الناس من حواليه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري، امرأة من الأنصار جاءت ببرد نسجته بيديها عشان تعطيه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تكسي النبي بذلك البرد، فأخذه النبي مغتبطا فرحان به جدا، دخل البيت ولبس البرد الجديد دوت وخارج على الصحابة فرحان به قوي، برد جديد وكان النبي محتاج إليه جدا جدا. ففجأة واحد من الصحابة قال له اكسنيه يا رسول الله، لبسوني وادهوني هدية يا رسول الله، فما كان من النبي إلا أنه قال صحبي، فالصحابة زعلوا منه جدا، قالوا له ما كان ينبغى أن تفعل ذلك وأنت تعلم أن النبي لا يرد طلبا لأحد أبدا وقد كان النبي محتاجا إليه. قال أما إني والله ما سألته من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ألبسه، وإنما أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذته من النبي من أجل أن يكون كفنا لي بعد موتي. قال الراوي فكان كفنا له بعد موتي. شفت قد إيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابن عباس بيوصف النبي بيقول كما عند البخاري كان النبي أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون، وإحنا في الشهر الكريم ده، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يجي له رجل والحديث رواه مسلم من غزوة من غزوات ومعه غنائم كثيرة، فقال أمامك غنم بين جبلين فخذ تلك الأغنام واذهب بها، أغنام ممكن توصل 2000-3000 شاة، شيء فوق الخيال. فأخذ الرجل الأغنام كلها، خد بالك وهو الحد الآن عنده شك، ممكن النبي في آخر لحظة يقول له أنت رايح فين، هاتهم تاني ولا حاجة. فضل ساكت ساكت ولم يتكلم بكلمة لحد ما وصل للقبيلة بتاعته ودخل الغنم جوه، ثم صرخ وانطلق وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أسلمت القبيلة كلها بسبب شوية أغنام أعطاها النبي لرجل من تلك القبيلة. قد إيه النبي فعلا مؤيد بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. في حدث الهجرة من مكة إلى المدينة، والحديث رواه البخاري إن النبي لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة، منهم من ترك الديار والأموال ومنهم من ترك كل وذهب إلى المدينة، فآخى النبي بين كل رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، أنت أخو فلان وأنت أخو فلان. شوف دي شيء عجيب جدا، أخوة وصلت لمرحلة أن الرجل كان ممكن يترك داره ويسيبها ويمشي عشان أخوه، أن الرجل كان بيقتسم ثروته مع أخوه، أن الرجل كان بيقتسم ثمار الأرض مع أخيه، شيء عجيب جدا. فكان من ضمن الأمثلة العجيبة التي توضح مدى الإيثار العجيب اللي ربنا جعله بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من الأنصار اسمه سعد بن الربيع، أخ النبي بينه وبين واحد من المهاجرين اللي هو عبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع غني جدا ما شاء الله وعنده فلوس وثروة جميلة ما شاء الله، فقال له يا ابن عوف إني لمن أكثر الأنصار مالا فخذ هذا نصف مالي، ما قالوش مثلا أنا معايا 1,000,000 جنيه مثلا، خذ مني مثلا 1,000 جنيه وابدأ بيها حياتك وربنا يسر، لو احتجت حاجة تعالى لي، لا 1,000,000 جنيه خذ نص 1,000,000 جنيه، مين يعمل كده؟ قال له فخذ نصف مالي وعندي زوجتان. انتوا عارفين العرب كان عندهم غيرة شديدة جدا على النساء، لدرجة وان الكلام رغم ان هو مش مظبوط ورغم ان الكلام ده غير صحيح شرعا، الا ان تخيل ان الغيرة اخذت احد الصحابة ان في يوم من الايام زوجته ركبت فوق فرس فوق حصان، فمن غيرته من الفرس ان الفرس ركبت عليه امرأته، فأحس الفرس يعني سبحان الله، يعني مجرد بس ان دفء جسد المرأة وصل الى جسد الفرس، وده فرس يعني في النهاية لا يميز بين رجل وبين امرأة، ورغم ذلك قام الصحابي فقتل الفرس. انا بس بوضح لك رغم ان الفعل ده اصلا غلط،
بس انا بوضح لك قد ايه كان عندهم غيره على النساء. فتخيل لما واحد يجي يقول له انا عندي زوجتين، تعالى بقى خش بص عليهم هما الاثنين، اللي تعجبك منهم اللي تحس ان دي مناسبه ليك قوي قول لي وانا طلقها لك واتجوزها انت بعد ما تمر العده بتاعتها، والتانيه خليها لي. شوف قد ايه مش مثلا واحده يعني كويسه، واحده موريه نجوم في عز الظهر، فقال له طب خد بقى اللي موريه المعز نجوم في عز الظهر، فالتاني يقول لا والله العظيم ما هي راجعه يعني اهي بالمره هديه ونخلص منها. لا ما عملش كده، قال له فانظر ايتهما تعجبك فاطلقها لك، فاذا مرت عدتها تزوجتها انت. في مقابل الايثار العجيب ده وتجد في المقابل العفاف، العفه العجيبه من عبد الرحمن بن عوف، قال بارك الله في اهلك وبارك الله في مالك ولكن دلني على السوق. فدلها على السوق، راح كان معاه دينارين اشترها وباع واشترى وباع لحد ما ربنا اكرمه بثروه بسيطه كده. راح تقدم الى رجل من الانصار وطلب منه بنته وتزوجها على نواة من ذهب، حتى لقياه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مهيم يا ابن عوف، فقال هل تزوجت؟ قال اجل يا رسول الله، قال اولم ولو بشاة واطعم اخوانك. شيء عجيب جدا، ايثار لا يخطر على قلب بشر. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني النبي عليه السلام بيقول لزوجاته في يوم من الايام لا يحنو عليكن من بعدي الا الصابرون، وراح داعي لعبد الرحمن بن عوف. بعد ما مات النبي عليه السلام كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان جهز 40,000 درهم وقسمها بين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام جايه له تجاره 900 ناقه، 900 ناقه تساوي النهارده ايه؟ تساوي النهارده مثلا 900 مقطوره محمله بالبضائع. تخيل 900 مقطوره، يعني مش عربيه لا عربيه مقطوره محمله بالبضائع، جايه من هنا وجايه من هنا، جايه من الشام وجايه من اليمن. فلما وصلت تلك البضائع 900 ناقه ومشت من امام غرفة أمنا عائشة اللي كانت من الجريد ومن الخشب، شيء عجيب جدا بسيط جدا، ومن الطين واللبن، فلما عدت من قدام الغرفة الغرفة اهتزت، فصرخت أمنا عائشة وقالت ما هذا؟ ظنت أنه زلزال، فقالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. فتبسمت وقالت أجل هذا الذي يدخل الجنة بمالي. وإيش معنى كده؟ أن ما فيش حاجة تانية أو ما فيش سبب تاني لدخول الجنة إلا الفلوس، لكن دي سمة مميزة جدا لعبد الرحمن بن عوف، أنه رجل عنده ثخاء وعنده إنفاق. فإذا بعبد الرحمن بن عوف سمع تلك المقالة، وهو اللي النبي بشره في حديث صحيح أنه من أهل الجنة، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح لما النبي قال أبو بكر في الجنة، فلان في الجنة، ومن ضمنهم وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، فهو عارف. لكن الإنسان يحب أن تتجدد له البشرى في قلبي. فذهب إلى أمنا عائشة وقال يا أمه أنت التي قلت كذا وكذا، قالت أجل، قال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله. يا سلام، 900 ناقة 900 مقطورة كلها بالبضائع اللي عليها كلها لله. فقولوا تجار الحجاز، فقالوا له سمعنا يا ابن عوف أنه قد جاءتك تجارة من اليمن ومن الشام، أتبيع؟ قال أجل أبيع. بكم تشترون؟ قالوا له بضعف الثمن. يا رأيك جايب المقطورة ديت بالله عليها مثلا ب2 مليون دينار، ناخدها كل واحدة ب4 مليون. قال لهم لا، قالوا له خلاص بضعفي الثمن، بدل ما تبقى ب2 مليون نخليها ب4 مليون. قال لهم لا، قالوا له ب5 أضعاف الثمن، ولا نعلم تاجرا من أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. إحنا تجار الجزيرة، إحنا الكبار اللي موجودين وما حدش غيرنا موجود، فنعطيك 5 أضعاف. قال لا والله لقد بعت. قالوا بعت؟ قال أجل، قال والله لقد بعت ب700 ضعف. قالوا وأخذت الثمن؟ قال وأخذت الثمن. قالوا ومن الذي اشترى منك؟ قال الله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف. فواحد قال له يا ابن عوف هل يعني تصدقت ب200 ناقة وتركت الباقي لأولادك؟ قال ماذا أصنع يا أخي؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. كانوا مثال عجيب جدا جدا في الإيثار ونعمة الإيثار العجيبة التي كانت في قلوبهم. أختم بهذا الحدث العجيب في معركة اليرموك. كان في 7 خلاص في الرمق الأخير، يعني ضربوا بالسلاح بالسيوف وكانوا في الرمق الأخير، كان من ضمنهم عكرمة بن أبي جهل، فأشار للرجل الذي كان واقفا قال له كوب من الماء، عايز أشرب كوب ماء قبل ما أموت. فجاب له كوب من الماء، فلقى اللي جنبه بيقول آه وبيصرخ وبينظر إلى كوب الماء، قال اسقه قبل منه، فراح اداله. فالتاني لقى التالت بيتأوه وبينظر إلى الماء، فقال أعطه. فالتالت لقى الرابع والرابع لحد ما وصلوا للسابع، فالسادس لما لقى السابع بينظر للماء فقال للرجل اسقه قبل مني. فلما ذهب إلى السابع وجده قد مات، فقال خلاص أرجع بقى السادس، فلقاه كم مات، الخامس الرابع التالت الأول التاني الأول، فماتوا جميعا دون أن يشربوا، كان كل واحد منهم يؤثر أخاه على نفسه. فاصل قصير حبايب قلبي وارجع لكم تاني، صلى على حبيبك. من اقرا في الكتاب.
الكتاب المستبين بالعيون والمشاعر واليقين رح نعيش بالقلوب مع كل آية نعرف المعنى وتدينا الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل وشفنا قد ايه يعني صور جميلة جدا من صور الإيثار. طبعا وقت البرنامج الحقيقة ما بيسمحش ان احنا نتسع ونشرح اكتر، لكن انا بس بجيب لقطات وصور كده ولمحات علشان الإيثار بس كده يعني يطلع من قلوبنا. ربنا يرزقنا اياكم نعمة ولذة الإيثار. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما اتدفن في غرفتها النبي صلى الله عليه وسلم، وغرفتها كانت ضيقة جدا لدرجة النبي لما كان يعوز يصلي كان لما يعوز يسجد كان يغمز أمنا عائشة في رجلها عشان تلم رجلها ويقدر يلاقي مكان يسجد فيه، فإن قام من سجدته يعني نغزها في رجلها صلى الله عليه وسلم عشان تفرد رجلها، يعني مكان بسيط جدا. فلما اندفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات بعد ذلك أبو بكر ودفن في نفس الغرفة. فلما يعني جاءت يعني فترة أو اللحظة التي كان فيها عمر بن الخطاب في سكرات الموت استأذن على أمنا عائشة أن يدفن بجوار صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقالت لقد آثرت عمر بهذا الموضع وإن كنت أعده لنفسي، كنت أتمنى أن أنا أدفن في المكان دوت بجوار زوجي وأبي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، لكن لأوثرن اليوم عمر. شيء عجيب جدا، وطبعا إيثار يفوق الخيال، يعني لا تقول لي بقى كنوز الدنيا ولا أي حاجة، ده جوار النبي صلى الله عليه وسلم في قبره صلى الله عليه وآله وسلم. كان في ثلاثة من الأئمة الكبار في يوم من الأيام قدموا للقتل ظلما وعدوانا عند أحد الأمراء، فلما قدموا للقتل وجي يوم اللي بيسموه يوم الإعدام، فواحد من الأئمة قال للأمير، قال له أستأذنك في أن أنت تقدمني أنا للقتل أولا. فقال له ليه يعني، ده أنت بتقدم للقتل مش لمنصب ولا لفلوس ولا بتاع، لماذا تقدم للقتل أولا؟ قال من أجل أن أوثر إخواني بالحياة ولو لدقائق. قال سبحان الله، تريد أن تؤثر إخوانك بالحياة لمدة دقائق فتقتل قبلهما؟ قال أجل. قال وأنا والله لست أقل منك إيثارا فقد عفوت عنكم جميعا. في يوم من الأيام كان شيخ كبير من الأئمة الكبار هو وتلميذه كانوا معديين في مكان ما، كانوا مسافرين، فهم مسافرين كانوا يعدوا على غابة من الغابات، والغابة دي مليئة بالأسود والسباع، فهم معديين لقوا أسد رابض على الأرض. فالشيخ بيقول لتلميذه، قال له يا بني هعدي أنا الأول عشان الأسد يهجم علي وينشغل بي وتمر أنت، فأنت العمر أمامك طويل تستطيع أن تنفع المسلمين بعلمك، أما أنا فلقد اقترب أجل. يعني بيقول له خلاص كده كده قربت تموت، فلما الأسد يكون واحد زيك أنت يعيش ينفع المسلمين أفضل ما أنت اللي تموت، وأنا مش هعيش غير فترة بسيطة فلا ينتفع المسلمين بعلمي. فقال له تلميذه، والله يا شيخي لا أمر ولا تمر، ولكن نمر سويا، فإن قتلنا قتلنا جميعا، وإن عشنا نعيش جميعا. فمر الشيخ هو وتلميذه ولم يلتفد الأسد إليهما، بإيثار عظيم جدا حصل ما بين الشيخ وما بين تلميذه. في يوم من الأيام واحد من التابعين عرف أن جاره بايت بقاله ليلتين من غير طعام، فراح بعت له يعني عدة أرغفة كده علشان يأكل هو وأولاده. فأول ما وصلت الأرغفة لهذا التابعي الجليل يعني لسه هيبتدي يأكل هو وزوجته وأولاده، فإذا به يقول لزوجتي، طب ده أنا جاري الفلاني دوت إحنا ما كناش بقالنا يومين، هو ما كلش بقاله 3 أيام، فهو أولى هو وزوجته وأولاده. قالت لك ما أردت. فراح باعت العيش كله مين؟ لجاره اللي ما كانوش بقالهم 3 أيام، لسه هياكل جاره هو وولاده وزوجته. فقال لها، ده جاري اللي جنبي بقاله 4 أيام ما كانش لا هو ولا زوجته ولا أولاده. قالت له هم أولى بذلك. فضل العيش ينتقل ما بين 7 أبيات لحد ما وصل في النهاية لأول واحد اللي هو بعت العيش دوت، لحد ما أكل وربنا أكرمه بهذا الإيثار وخد أجل كل الناس ديت بسبب الإيثار الجميل اللي كانوا عايشين فيه. مش النهاردة أخبي عن أخويا أو عن أمي أو عن أبويا أو عن حبايبي علشان ما حدش يعرف أن ربنا أكرمني بهذه النعمة ويشاركني في هذه النعمة، والناس بقى عندها ضعف يقين من أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وأن النبي سيد ولد آدم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم يقول 3 أقسم عليهن، كان أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة. كان في واحد اسمه عمر ابن عبيد الله،
في يوم من الأيام وهو مسافر من مكان لمكان، فراح معدي على مكان في صحراء كده، فلقى غلام حبشي أسود جالس قدام بستان وقاعد بياكل، فلقى كلب معدي من قدام الغلام دوت، والغلام كان بيعمل حاجة غريبة جدا، كان بياخد من الرغيف اللي قدامه بياكل هو لقمة ويرمي لقمة للكلب أعزكم الله، فيرمي لقمة للكلب وياكل هو لقمة، فتعجب الرجل فقال لماذا تصنع ما تصنع اللي انت بتعمله دوت؟ قال إن هذه الأرض ليست بأرض كلاب، يعني الأرض دي ما فيش فيها كلاب، فواضح إن الكلب ده جاي من مكان بعيد جدا وهيموت من الجوع، فما أردت أن يراني وأنا آكل حتى أشركه معي في الطعام. فتعجب الرجل اللي هو عمر ابن عبيد الله، تعجب من خلق هذا العبد، فقال عبد أنت أم حر؟ قال أنا عبد لصاحب هذا البستان. فراح الرجل اللي هو عمر ابن عبيد الله، راح مخبط على صاحب البستان، قال أتبيع هذا العبد؟ قال أبيعه. قال أريد أن أشتري العبد وأنا أشتري البستان. قال لك ما شئت. اداله الثمن وباعله، اشترى منه العبد والبستان، ثم خرج العبد وقال أبشر فقد أصبحت حرا لوجه الله، وهذا البستان هدية لك. فإذا بالعبد الأسود يقول كلمة عجيبة جدا، قال إن كنت أشهدت الله على أن البستان من حقي فأنا أشهد الله عز وجل، أشهدك أن كل ثمار البستان لفقراء تلك المدينة. فقال عجبا لك، تتصدق بثمار الفستان وأنت بثمار البستان وأنت مع ما أنت فيه من الفقر ومن الفاقة. فقال سبحان الله، إني لأستحي من الله أن يجود علي بشيء فأبخل به. شيء عجيب جدا في الإثار. القصة العجيبة اللي عايز اقولها برضو، كان في واحد اسمه سعيد ابن العاص. سعيد ابن العاص كان ليه جار عايش جنبه، وكان سعيد ابن العاص كان رجل فاضل جدا، لو مرض جاره عاده وذهب اليه وزاره، ولو احتاج جاره اعطاه، ولو احتاج النصيحه نصحه، ولو احتاج الى العلم علمه، وكان يحسن جوار كل من جاوره. ففي يوم من الايام جار سعيد ابن العاص احتاج ان هو يبيع الدار بتاعته لانه كان محتاج للفلوس، فعرض الدار للبيع. عرضها بقد ايه؟ عرضها ب50,000 درهم. فقالوا له ازاي تبيع الدار ب50,000 درهم رغم ان هي ما تساويش الا 10,000؟ قال لهم اجل، انا ابيع الدار ب10,000 وابيع جوار سعيد ابن العاص ب40,000 درهم. قالوا وهل يباع الجوار؟ قال اجل، وهل وجدتم انسانا افضل من هذا الرجل؟ اذا مرضت عاد وإن احتجت أعطاني، وإن استنصحته نصحني، وإن يعني أعطيته سرا كتمه، وإن وأعد بقى يعدد مناقب هذا الرجل. فوصل الكلام لسعيد بن العاص فبكى بكاء مريرا، ثم أرسل لجاره 100,000 درهم وقال أمسك عليك دارك، فوالله لا أرضى بجار من دونك أبدا، مرضاش بحد يجاورني غيرك، أنت اللي عارف قدر وقمتي، وإنت إنسان جار محترم وإنسان فاضل، فلازم تكون انت في جواري. القصة الأخيرة اللي عايز احكيها لكم، قصة رجل كان كريم جدا، عمره ما يشوف فقير أبدا إلا لما لازم يطعمه ويعطيه، وعمره ما بخل على حد أبدا، وعمره ما قال لحد لا أبدا، لأنه يتأسى بالحبيب المصطفى الذي قال عنه المولى عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في يوم من الأيام في شهر رمضان، هذا الرجل الطيب المبارك جالس مع زوجته وأولاده في وقت الإفطار، ولسه بيسمعوا الأذان فبدأوا يأكلوا، فلسه بيأكلوا أول اللقمة، فلقى واحد سائل فبيقول له: سألتك بالله لقمة أتبلغ بها أنا وزوجي وأولادي، فوالله ما ذقنا ذواقا ونحن صائمون ولم نستطع أن نأكل شيئا. فأخذ السفرة كلها والطعام كله، شال الطعام كله من قدام زوجته وأولاده، وراح مديه لهذا السائل وقال: الله يخلف علينا. زوجته طبعا زعلت: كيف تصنع هذا ونحن صائمون ونحن في رمضان؟ فراحت خدت دخل جوب عشان تجيب ملابسها، وراح غضبانة على بيت أهلها، فهو عمال يهدي فيها وهي لا يمكن لازم تسيب له البيت. فلسه هتخرج من البيت وجدت باب البيت يطرق، فأول ما الغلام فتح الباب فلقى أجود أنواع وأصناف الأطعمة، من بقى يعني ديك رومي على فراخ على أوز على شياه على حاجات بقى مما يعني تطيب لها النفس. فإيه اللي حصل؟ فالرجل حيل لهم يعني بيقول الغلام بيقول له: فلان الفلاني صاحب القصر الذي في أول الطريق كان عنده عزومة وكان عازم ناس كتير جدا من كبار القوم، فلم يأتي منهم أحد، فخشي على الطعام أن يفسد، فقال: اذهب بهذا الطعام إلى العبد الصالح فلان
المكان الفلاني فأعطيه هذا الطعام. فتبسمت الزوجة وتبسم الزوج وقال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ده اللي احنا محتاجينه، محتاجين يكون عندنا يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. والله العظيم خلي عندك يقين، انت لو طلعت لقمة ربنا يخلف عليك ب700 لقمة وأكثر من ذلك. لو طلعت جنيه أو درهم أو دينار أو أي عملة بتطلعها، تأكد أن ربنا هيخلف عليك وهيبارك لك ويعطيك الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. محتاجين نتعلم لغة الإيثار. أنا مش عايز بكلمك على الإنفاق وبس، مش مجرد إنفاق من يعني واحد معاه، لا، ده النبي يقول صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي يقول: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل كان عنده عرض كثير من المال، رجل عنده ملايين، فتصدق ب100 دينار، ورجل لم يملك من الدنيا إلا درهمين فتصدق بدرهم واحد، يعني تصدق بنصف الثروتي، فسبق درهم 100,000 درهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. محتاجين الإيثار بالبسمة، إيثار بالمعلومة، إيثار بالمال، إيثار بالجوار، إيثار بالكلمة الطيبة، إيثار بأي شيء. ربنا يكرمنا ويكرمكم رب العالمين. أكون قاعد في أتوبيس أو قاعد في ميكروباص لإيثار كبير في السن واقف أقعده وأؤثره على نفسي، أكون داخل عيادة ولاقي واحد مريض تعبان أكتر مني فأؤثره ودخله هو قبل مني، إيه المشكلة؟ ده مش ضعف ولا أي حاجة، ده إكرام وإيثار. عايزين نتعلم الإيثار في كل حاجة. ربنا يجمع وإياكم يا رب العالمين مع سيد ولد آدم في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلتقي بكرة إن شاء الله مع آية وحكاية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نقرأ في الكتاب